بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية. وحبابي هاي ضميرها قروجوغا هيلب كدون حرانية، وأنا احتراز وحلقة أفيفنا يا ضميره معوها يدور جوغا أها ضمير فروي وكالي. أخبرنا محمد منصور المكي والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن صفيان بن عيينة عن الزهري عن الحسن محمد ابن علي بن أبي طالب وعبد الله ابن محمد عن أبيهما أبهود عبد الله بن محمد حسن محمد وولاله حسن محمد ونكل ورنجري إرجاق أسقع باللاوي إرجاق سنو إنو سنكي مذمومك أهي وأنك سومر عن أبيهما أبهود ومحمد بن علي محمد بن الحنفي نكل ورنجري بن أبي طالب قال وحوي لمحمد قال علي بن أبي طالب أو أبيه أهده لابن عباس وحكويري إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ومضى وحكرب عن نكاح المطعة متعة جور كذا وإنه قاردنا إن شاء الله تعالى يو عن لحم الحمري ضمرها هيلب كذا الأهلية جور جوجا يوم خيبر مالك خيبر بونا كرب ولكن نكاح المطعة والنكاح فاسد أو الزناء ومحو هاي حقيقة دي سوي إنك جماعة من السلف كوخل ضمين من التابعين ابن عباس رك كوخل ضمين بوها لبضة مسألة لحم الحمر الأهلية يعني نكاح المطعة لبضة مركز صحابة جوب جوجا هيد سوني رب وواجس أي أدو رديو علي كمدأها إلا أقول إنك رجل تائي نور رسان باتاي من عباسو ماذا نلجوك مال إن كانوا النبي قلنا عديها وشو أوكال سار مركا علي ساسو أوله الله يا من عباس أسوق مركا إنو كان نقضي باسوغن لكن تابعين با وارددي سيد باكو خلطبي محلو شايدك حديث كنا وحاوي ضميرها قرجوك هلب كذو حاران يح. أخبرنا سليمان داود المهري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا يونس ابن يزيد الأيلي ومالك ابن أنس وأسامة ابن زيد عن ابن شهاب رضي رحمه الله تعالى عن الحسن وعبد الله ابن محمد حسن محمد عبد الله بن محمد عن أبيهما حسن عبد الله قوسو إلما محمد هم باللوجي ده عن أبيهما أبوه محمد بن علي بن أبي طالب رضي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال وحور السحاب قاس نهى رسول الله رسولك لا يوحو كرهب أمده عن متعة النساء احترازا وحلقاء في فنية عن متعة الحج وإن صمر كتاب الحج بين كزمر عن متعة النساء الضمر كمتعظة بمعنى وقور مظله ومدله عوض وقور سنة يا مدية مظل بولية مركة وحلقة وحنس قبل إن الله ببلوت بل خرج كان واك ميركة دين واك مركة ومركة عدنا مالها طلاقنا مكينو محوها ميراثنا كمرد شو أحكام قونو إليه كتاب النكاح بينكو قاري دون واردقن كيكو أفزين قليها شيعة يأدون كمان ترقى هاي يوم خيبر مانك خيبر وعن لحوم وصنة كتطبات جردة وعن لحوم الحمري دماريه لبكونا نبق مضى وكرب الإنسية قرجو قاي لدقانا يدبرها النقانة هذه. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنذلي قال أخبرنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري وأخبرنا عمنا علي الفلاس سند عصب ويحاء سند عصب النسائي باللابي وأخبرنا عمرو بن علي أبو حفص الفلاس شيخ الجماعة قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع مركة يحيى بن سعيد القطاني وحيث ضغط الصعودة يا محمد بشر العبد كلاهما عن عبيد الله عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحمر الأهلية يوم خيبر وحونا مركة متابعين حديثك علي سدوا علي أسوه التبيي يسحابك الله بعض ابن عمرنا أسوه التبيي. أخبرنا إسحام إبراهيم الحنذلي قال أخبرنا محمد بن عبيد الطنافسي قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله حديث كذا إن صوم الرقل وشيغوي حديث كي ابن عمر كي علبة ولم يقل موسى لهن خيبر موسى شيغن إن كان شيغن واكما ومحمد عبيد الطنافسي ولم يقل محمد بن عبيد الطنافسي موسى لهن وخيبر مشي محي إلي يحيى بن سعيد القطان ايوه محمد بشر العبدي بوحي سوشه يوم خيبر بيسوده نينك ان يوم خيبر قدرين ومحمد بن عبيد الطنافسي عن عبيد الله. اخبرنا محمد بن عبد العال السنعاني قال حدثنا عبد الرزاق بن همام السنعاني صاحب المصنف قال حدثنا معمر بن راشد ابو عروه اليماني عن عاصم بن سليمان الاحول عن الشعبي عامر بن شراحيل
عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبغو حكر بمضى يوم خيبر مالك خيبر يهود دشل دكتور لقب سيد مقالود يوم حلوه ذي لغنيمست عن لحوم الحمر دميره هرب كذا الإنسية قرجوقها نضيجا أسوغ بسل يوانيا أسوغ عيرين أبا لبضبا بسل إيو برسل با محوها هاي أسوغ عيرين إيو أسوغ كرسان انتو بوا حاران نيا با إقران نيا با أني إيديك دم لها وني أن بعض نصغ با قرأي وأسكمت وني أن إيو ونيا لبضبا أسكمتوهي مرنوالا إتقاما مرنوالا فرفري دم بلها يا نيا با إقران نيا با إقران صح وني أن واسح وني أن واسح صدح ذو اسكم مدوي وهيلي بقى الله كرنين عيدين كأون من تاسل لوجدا دمير كهيلي بكي سادي لكرشو إيها دو عيدين هاي بوا حارانوي أما حولها يو هيلي بكو ضل عنو إن لكريو ومرك اللي قورع بسم الله الو قورعو هيلي بكي يسانتي لكرزعو إن لكريا يواسك عادات إيا عرف إيا شي صناع مويين شي واجب ما طيب مر بالماء نفك هذا قورع وهيلي بكي سحلال أوي هاي أسوى عينها ضد عوني كرت ضد عوني كرت ضد عصبية بسباسي وحمر صوت ضد عوني كرت أذو ضد عوني كرت إن لك هري مركة واجب شرع أماه هو شيء نقم وناكسن عاية لي ضدك دي هيل بخر عيرينا فود مقلين كرام قل أنا أحمر ضد عن تأل لو عاية هيل بك عيرين كه مركة أذو حبش من ضدك نقوني أحمر ضد سكو بالك سكو طالت لكن شرعيا وذو حيلين حرام ما إن لعنا أسوى عيرينا دي حلال يهولك جوره مرك حديث كعلي بن أبي طالب يا ابن عمر يا هذا وحينه هنا براء بن عازب رضي الله تعالى عنهم أنتم وحين نبي كورشين إن نبي قمانك خيبر أو حرمي هيلب كضميرة حديث لبا أفراد أخبرنا محمد بن عبد الله ابن يزيد المقري أبو يحيى المكي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق الشيباني واسمه سليمان ابن أبي سليمان الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي صحابي قال حر صحابي أصبنا يوم خيبر مالك خيبر وحان نهلي حمرا دميرو خارجة كصوب من القرية تريد خيبر عيد بركي أرود كوك اللهين اللي مدة لسوس عليه لدول فريستي واجب بريء بعد دمير كصوب في مجال ده خيبر عيد يا صحابة الكهريم ويهود لا ذهاي خارجة باوناك سنة يا خارجة باي في عن يا خارجة معي حمر ما دام وجمع تكسير يعني سفدي سين لا تأنيثية وناك من حيث العربية حمرا دميرو نهلي خارجة كصوب من القرية وأنا سيدا كبرها كتمت خارجة فطبخناها مركاسا نكرسن نيبور يعني وان قور عني وان تنق قبرنا وان قور عني بان نكرين ني أدبان الله بها هنا عيدا مدسوس عدو قاتشي سنبوها فنادى منادي النبي وحار رواقي رواقيه نبي محمد نكر رواقي عدك نبي قول لي باب طلحة الأنساري بوها رواية كتمت عبد الرحمن عوف بوها رواية كلا ويشيكت بلال نوار رواقي انتو ويشيكت مركو حداك نبي قول قيبي بلال الدري عبد الرحمن عوف الدري طلحة أبو طلحة الأنصاري أودر أو يرجع جارسي لما كرفون مجره تلفون الإسكو عنا مجره تي في إذا عدنا الله ما هيست نمين كبري وقتنا دون كب إيه رب صل صعد بدون كون الله اللي كرتاه شيخ أحمد ديدا رحمة الله تعالى عليه وحوري الدين النبي الله محمد وهيسن لها ميري هني إعلام كان دون كمان تكجره أفر لا تصنع نبي وهل لها برمض الله لها لكن إنه إذا عضه هيسن أو ربهن هيسن يا بخت يهز يدانتو ينجاس نم يقرن يا إلهي سبحانه وتعالى كعري سمي خيرا للشيء وامتحان دم بقال يا رأيك وخاص كأها يا ذو حد قارسين سبلايين من الناس هالمرور بندقيسة مركزها وين قاون لقو كيري ومحوة هاي الناسوه دي مقضة واللابطو دي قاون تاي وطمور روك الجوغان الضغط روحا وخلدين هاي نين وريرسان ووالا وشيطان ومحوة هاي ربادياء وان استاهلين من هذا القوار كاية سو سيدا ما طيب بعد هالعلم وحلين دمر كنوع عاسوي قالوا بيا شيء معصية ذا هذا أقول لك أنت سيدي نما ندم بكلهي ونكدن قنينين ونكسر ريجنينين وأنو أبيلين وكفر بين واستحلال بينه شيء الدم بيجا مركها ثمانين يسوع إلهي عاسين يسوع أيضا عصيانكم فيها هذانا إن الله حشوت وضنقته وضوح اللعب سطال الربع هذا وتكح الرجور يسبع أولوار أكتبر هم مقالمي البحنمو وذاتك كودانا مدحما القريسنا وذات دمبيو زمن تعور عورك جوية جمع باستالي جوغا وارد وامحي وحاز واستحلال بلو الشيخ رشيد رضا رحمة الله تعالى عليه وانو قالوا بيه
إناد معصيدة أصميسو فعلا من لا يبالي ولا يتحرج ومحيوى استحلال برورنتي. وهذا مذهب الحنفية ومذهب المالكية وصحوي. لكن قل مساكين وهابياء استحلالك وحي أجيدا كليل وحي أقاتين روحي أنو يلاده وحان آمن سنها إنا إيه برنانتا وهذا بالموي. لا يوجد دليل من الكتاب ولا من السنة ولا من إجماع السلف الصالح استحلالك أنو يسيدها كليل لم يهلي. استحلالك فعل لو نغنكرا قول لو نغنكرا اعتقادك آذ قبتنا كتر تنقنا ونغنكرا مركا آذ أبوش أهلو خطروي مركا النبي قم مها يستاون وجه كوك يعني إذا عادي ورباهين يسحاودي بودري بلال ودواق وابو طلح ودواق وعبد الرحمن وقارسي أمده. فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم فقال وحينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرم نبي حرمي لحوم الحموري ضميره هيلي بكودي فأكفئوا جنبيه همبورية القدورة دريها يدكسيها يدين كرهية بما فيها مع ما فيها وحكتروا هيلبك مع المرقة ضادشة فأكفأناها مركزا أنه جنبني برسحابي أمرك بيقاضن هيا حيكون دعضي وأنباهن هاي سيوي نبي الله مصلحي مفسد دمي إيجي سيدوش مطال. طيب جديدي اعتصام ميشا ما هيستانين محمد باكتلنا يلا سعو. أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب ابن أبي تميمة السختياني عن محمد بن أنس عفوا محمد بن سيري أبو بكر عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما عنه قال وحولي صبح رسول الله رسول كلمة كوة بريسة تصبيح ومركة وأما إصباح ومركة عيدا فرارته قال أروره أكتر فضل وقلي. طيب ننكي يجيت مكلك للصعو عيدا القوقع يا صبح الليل هذا صبح رسول الله رسول كلمة كوة بريسة خيبرة يعني وحكوة بريسة كوة بريسة وعيدا يوار بكوقعش. فخرجوا إلينا ونوصب بحين يهود ونوصب بحضي ومعهم أيغو ستاء المصاحي بضالذي جمع مسحات مجرفة لي عند العرب تضويق أنا لغات كبعانكو وباشن بضيل كسمتا قانار ولو حدا مئة وامد كان حرق اللو حرق اللو جيدا محام مقعيس حاقين مئة مقع كلو ليها كواوان ربا مد كان وين سمرت عرض يتورك يدربية بيرت اللو سمي أفلا بلاران كاسنوا اللو شيغا بضيل لوالي يدب مال هذوه أما مجرفد أما بضيل أما كواود أما حاقد أشد الشعر دير الشيخ جمع مسحات لبيرلي بقى هم بيرت بأسوك الله هم بيرت وإيروت اللوك الله هو ما كل جيد قاضو اللي وردي حلا وحي كبر اللي أجاده ومركا نينك شقاك قبلنا شقاك قبته نينك وحكس وقرن وحسوق جين وسوق جي والله كلها أيوه كل هذا وبعيدا كوريم ورب ما هيام. فلما رأونا مركا ينده أبو بن قسيا قالوا وحيد هذا يهودي محمد ويئيو يو الخميس وشن مضحلي عيدا كشن مضحلها خميس كوا الجيش عيدك النبي محمد شن مرحب وهانجر مركا والخميس وشن مرحلوي ومقدمة عيدك هو الرئي ورطرة هي محوها مؤخرة عيدك الرعد الرئبة قدام بيا هي ما يسرى ودنك بيتحكى دقلبة ما يمنو ميدك تك يا قلب برتما عيدك هو طالس كوا فديو شن تام مرحب وهانجر عيدك برتنك هو طالس كوا كجرو يلا بدك جرب يو ورطرة هي الرعد الرئبة قلبك إلى ليس شمبر خصاص وضلا هذا شمبر وشمبر كاسداء لبقر باب مضح دير يسند مزومة عيد خوانه سداء وضلا وصاروا شقيوي الدين مضح الله صوج بصدو وصعد وين الله دعك بيا كنان عدو زوج بصد هدي هذا قال لك جي نادو وين عيد كرسول الله بتو الله بدن كلا قربها نعيون الدبل الله بتار هدي قال الله جبق هاي إصداف بالله شقين سداء دم يروح ولا جيزان زمان عارك طيب يوركم مركم شن قرمر ودقن حق ودر منه دب ودر هاي وحولي حقي وحق سعودا أو شو واتق أنا ما هرميك هدي مرك حقا ما تكبر قيس حقا قربنا حقا دوسي دين قربنا دب بعد جينا وحوك هالمين هيا عينك الدم بقى قلبك والدفاع هيا مرك هو الملتر وحيد ويفهم وحيد محمد والخميس محمد يو حاو يعيدن كشان مرح ودق على مجد شان مرح لها والرجع والله بتين إلى الحسن دو فيسيب يكون الله بتين ودسنا عربتو حسنيان ما لهين وحان ريضا افكان ريمي دول خيل اسك دغه او تولين مكعدو بنانو فورن باي اهاي وا لا غلي جري لكن يهود يقولها النصارى دا اي نيمن ريضا اي فري مغال باي اهاين وحي لهن قلعده دسن قلعده من لترو دسن هدي لا غلو ان اد رعص بالحصارته او غودو ميسود غاجي او دنت ما ان لا كرين باي لهي ورجعوا وحي ولابت الى الحسني دوفيسكي باي كولابت يسعون ايغو يا اهاي اردهي لو كا غاده لا انت لا دين قبا نكو كو داتا غودكين. فربع رسول الله رسول إلهي بكر قد يديه قعبيس بركيسنا مركوا كعيدو عيقو يا عي وعباده هاي النبي إلهي بريدو عيست
وأنا حمدي. ثم قال الله أكبر الله أكبر. ألا وين ويحب خربت خيبر ولا خيبر دون تيبور هلاك سنت جعان بنكون دقينا مرة يصاف في جيل وتفاول ونعكسه ويجيب الدونان. إن أنو إذا نزلنا هذا نكون دقنا بساحة قوم قلي أرضا قد يدلت قد أنفري سنو فصاع وحاب باصل هذا أوليته صباح المنظرين كوي اللودق وبرق ودواليته وإمسا اللودق وإسلام اللي يقري ودينك قاطع ساكنو سيناوي. فأصبنا وحانو هلي فيها في الخيبر حمرا دميرانو هلي فطبخناها مركزا وكرسا. فنادى منادر النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله ورسوله إلهي رسول كيسو ينهاكم محيدا كريبها ينهيانكم رواية بكوي مادة لكن تنوحوا إن الله ورسوله إن الله ينهاكم ورسوله يبلغ ورسوله يبلغكم بوي معنى صلى الله عليه وسلم إلهي بردبها وحن إذن كحرم إذن كرربي نبي محمد وإذن قرسين هيا ودنبال قرسي. إن الله ورسوله ينهاكم وحن كرربها يان عن لحوم الحمر الدميره هيلب كودا يإذن كرر فإنها رجس نجاسوي فإنها رجس بختوي فإنها رجس حرامي. طيب رجس في لغة المستقدر طبعا أو شرعا سوق بقبيه هنا الرجس وحلوجي ذا وهو المستقدر طبعا أو شرعا هنا أنا وأشكي شرعي أها سيدا درت عند البهق وحكوي مثل رواية فإنها نجس شيء هدون نجاسة وحرام خلاف نملها شيء النجاسة إن لعنو وحرام لمن استعمالك هدون لكن شيء حرام هي كمرد لطين نجاسية ذهبك يحررته وحرام نجاسة ما حديث كم مركا براء يكي ابن عمر يكي علي يا طاقر هذا أنس يا عبد الله بن أبي أوفى ما قاعد يبان عمرنا شن حديث من النساء سيد داي. طيب متكلم هو قدر الدونا أخبرنا عمرو بن عثمان ابن كثير الحمصي قال حدثنا بقيد بن وليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير الحضرمي عن أبي ثعلبة الخشني أنه حدثهم وحوشي جبير يا صاحب بدو وحوته بإسعاب أبو ثعلبة أنهم غزوا إلى الدولين مع رسول الله رسولك اللجرن كيس إلى خيبر يكون الدولين والناس ضدكم جياع عمرك اللباهين يعني. فوجدوا وحي هلين حمرا فرد ضميري هلين من حمر الإنسي بن آدم كدميري سئة لا من حمر الوحش فذبح الناس منها ضدك بقى قورع ذي ويقورع ذين ويحي لقيه لكرا لقى قورع ذي مركا ونعيدهم كلها وكف لي. فحدث بذلك النبي نبي قال الله الشيخ نبي قد قد دنبيه دوانيك سوما طاقم حوالها عينك ينقود دنبيه ونينك دنبسوها وذي ونينك دقاق ويكور قبه وبكتض وذي يباهيد وذي ينينك وحكاها بسومين قادي وحاسون ولو عقاد مركوا الله الشيخ نبي لو حالي عيدنك وريوحو دميرو قشي مركوا دميرو ويبانانين هدي. فحدث بذلك النبي قال الله الشيخ صلى الله عليه وسلم فأمر عبد الرحمن بن عوف بوفري إنو دواقو قارسي دنبالك وإن حاران أي تهيا فأذن في الناس ذلك لاحظوا كذا واقوي التأذين هو الإعلام والإنباء فأذن ورد واقعد ركوكرو لقى في الناس أمضى قديه هذه صحابات وحونا كذا واقع ألا إن الحمر ألا إن اللحمة الحمر الإنسية دميرها هي لبكودو لا تحل مبنان لمن أمبن شهد قري وكم راتك عيني رسول الله روح المسلم يعني أمر كي قاضني دمير هي لبكودو أمبن بنانك كمرة وذا دو حكا قاتين إن أحكام الشريعة هي فروع الشريعة أن نقولها اللينون لجربين قال هذا وأنا خطأ رأي قاسوا حقبا الكفار ومخاطبون بأحكام الشريعة كالمسلمين استراجع إلا في مسائل مخصوصا موين هل كان النبي وجد تهيج إلهاب وحي اللو يقانوي هذا إيمانك الشريعة سنودبيها أمر كيغسيس أقاتوي وحانا بقى لقوية قانا ننك مسلمة إنو الرسول كأوه قان سمائية خير كقاتو ساسو النبي قد جدا موين ما أها تقييد يحتراز عن الكفار ما أها يهداد شيئان يسكر نبي محمد بار رسول أمن سنة وانا أدعها يهداد ببك آهيد وانا أمر كقاتل وجدا. أخبرنا عمن عثمان عن بقية الوليد قال حدثني الزبيدي ومحن وليد الزبيد عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ومضح وكره من نبيه عن أكل كل ذي ناب من السباع مذ الله معله ودقاقة كمدة وحكره وكره عن لحوم الحمر الأهلية الضميرها هلب كل نبيه وكحرمي تحريم كاسا أدن بيه تحليل دنبوه كدن بيه مجره أحاديث كتمت باب كاسنا وأحاديث متواترة خلاف كجرنا خلاف معتبر ماها وإن لشيقون بابي يا بفتنا كن قرس أمده نصوص عدبا كتمت نيكي خلافنا إنك رجل تائهبا لليه مرك خلافك سنحو لك سوق قادم ماهي. أما الروح هذا يزوان أغين وأن الله عدين كدبنا
وحال وحي انت قدم بي خط انسان لو قاده باب اباحه اكل اللحوم حمر الوحش ويزقرب دغه هيا حمر دميرها ان دقني دمر فرو والله قال قاده هيا اباحه اكل اللحوم حمر الوحش دمر فرو هيلب كيس انه بنان هي هذا دي لما اوغارسن كرو مرق ميلها قاركود الدولدي با الىشد اوغادي وا دا قيمه يلت سومالدي اوغادي ايبر باي كدغزي او وداي با نفر حيوان دبد جناد مجر وا باب ايين وخي كدنبيه جوبوين كي ميلها نخي اوسو غالن كين يا اوسو عارن سي دشت لوغ هي 77 كي وخي كوري اوغادو سومالي ميل باي دورنيد انو يربا وعن حسوستاد ميد بالاد مودي ميل يا او دنبيه او بن اه ايدو سعاد مودي اري قلب كم كلا غاد حولها جوغ يا ايدا كبدني هذا هدي داو كو قبات النفر هلك اركي ميسي شن مال مود مركات رادي زاد بعيد كلي اردها ايو غودر قو دلي سارن ايو بل اركيس غرنوغتي عوشي ايو وخ ديرده دماده بري وا خوغ لو شغشغا اي جوبوينكا ميلان وا نبات غور دوك سي لو ودي اون لو فيجنيا كلا شوفكا اكا شركه ما ورين وغور دومبري حكين اي ريفل بلسك ووتو هل حبه دف دف لغا سين جيرو ولا كمار تورو جيري بالكم ببنكا مكو ييميد اي وا رسو عررت نوما مركا تا دقو كل عقايسو ميل او سميستاي او مركا ثروة waxay noqotay xayawaaniga dhaqaalaha dowladda ay ku xisaabtantay noqotaa miisaaniyad culus baa ku fadhida akhbana qutayba ibn sa'id qala hadathana al-mufaddal ibn fadalata maxaa ka sheegay waad dhirtiba ibar laga dhigay dhirtu in la guuro asal oo dadku iska xabaystaan oo lagu noolaado way taa laakiin haday leedahay mafsada istaraatiijiga ay ka imanaysay maalka waa in la joojiyo dhirtu maxay leeyahay waa lagu gabada abaaraha lagaga baxaa xoolaha u baxsada xilliga culad baxta loo baxsada marka ma in la nabaad guuri xagaad geed walba goys xagayta gala dhow ee lagu tartaa ku garaac ibarka dhigi oo wax walba ka shaqeysan marka waxay u tahay badbaado ummada u tahay nin xuu u dhulanta soo rartaas ugu ku barbaxay ku tarmeysay ummadan mustaqbalkeedu kaymaha marka waa in la ilaaliyo دهنا محلو سوين جديد هذه لا سمدو هو نبا الى شان هي هادو مركو ينادو دمن هي ها مركو كو الى شان هي وحول رغد مركا وحول عصب وحول عصب اخبرنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا المفضل بن فضاله المصري عن ابن جريج عبد الملك عن ابي الزبير عن جابر قال وحول السحاب أكلنا يوم خيبر مالك خيبر وحان عن اللحوم الخيل فرده هلب كودا يو الوحش واللحوم الوحش دمير فلو هلب كيس ونهانا صبر وحون نقرب النبي عن الحمار دميرها عادي ونقرب الألية اللي جدا هدي أخبرنا قتيبة بن سعيد قال أحدنا بكر وهو ابن مضرة المصري عن ابن الهاد واسمه زيزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم التيمي محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن عيسى بن طلحة التيمي عن عمير ابن سلمة الضمري صحابي قال وحول الصحابي قاس بين أن نحن نسير مع رسول الله حل أن نبي محمد لسعني ببعض أثايا الروحاء أثايا بأي قرن أثايا بعض النصب قرية عند ابن حبان ببعض أثناء الروحاء عند الطحاوي ببعض أفناء الروحاء عند أحمد ببعض وادي الروحاء وهلوين يعلو دحي مكي المدينه وحق ولي المدينه مكه خيبا روحه الياده وصايرا ومغع ميلاد وي والاسماء لا تعل ولا تقاس مع رسول الله وحنهم ببعض اثايا الروحاء روحه مش لو يقانو دغنكيدانو جوغني وهم صحابه سعتنا حرم ايهن ضد محرمين وعمري حج سو خدي اذا حمار وحش دمر فروبا معقور دلن markan meesha marayna damir furub marka gantaal ku taalay oo dhaawacaan oo la kulana way macquurka asalkiisu midka la boqno gooyaa la yiraahdo huna laakin maqtuul ba loo jeeda faqaal rasuulullaah sallallaahu alayhi wasallam wuxuu yidacuhu ka taga damir furugan faraha ka qaada fayushuku waxa dhaw saahibu ninki lahay gantaasha ku dhuftay an yaatee inuu u yimaade nimba dishay asaga iskale marka faraha ka qaada fajaa rajulun baayimin من بهز ريب بهزيا نين مسلم ريب بهزيا ايمن هو الذي عقر الحمار ونك دميركا دمر فرق وتوكتيها فقال وحدي يا رسول الله سلك الهي شأنكم هذا الحمار دميركا دمر فرق ونك قشبور كشا قيستا ونولادا صفر باتين
anoon muxuu ahay muhrim ahayn baa toogtay oo ugaarsaday idinka idin siiyey buur idinka hadda socoto musaafire ka faa'iideysta faamara rasuulullah rasuulka wuxuu amray abaabakar sidiiq buu amray yuqasimu inuu u qaybiyo bayna annaasi saxaabadii abaabakar buuri hilibkiisa qaybi wax wax usii saxaabada gaadhsii waa qaybiyey xadiidkan waa la isku khilaafay xadiidka hadda aynu hayna ukhtilifa calaa maxamed ibrahim ataymi عن محمد رحمه التيمي عن عيسى بن طلحة التيمي اختلف عليه جماعة من الحفاظ وحكرها حديثك من حديث عمير بن سلمة الضمري سن النساء وريه هذا ويدر وحكرها من حديث عمير بن سلمة الضمري عن البهزي منك الرياب بهزي طمير توقتي بعمد مرفروق التوقتي لفتر كيسين لقورني بركضنا وحكرها عن عيسى بن طلحة عن طلحة بن عبيد الله التيمي عن النبي الإمام الرازي أبو حاتم الرازي وحور رجحي رواية النسائي هذا إنه هن عيل كيسة سقال بقول سقاشن يسديد عيل الكويل كيسة سقال بقول عفوا سديد بقول سقاشن يسديد سديد بقول سقاشن يسديد وكذلك الدار قدني في العلل صدح كون هل بقول سديد تاني اللبو النسائي مرك انتقاقي زواكوب بنانكو يالا حديثك اللي سكوخ خلاف سنة صدح وجه هل وجه بقدرت وأنا أصح الوجوه طيب ضل حق وبجوك بقها بهز صحابي كان ريب بهزين أسوأ نينك دمير كتوكتيب أنتم إلا قوري واصح لكن من حيث الرواية مركو حديثكم يا من حديث محمد إبراهيم التيمي عن عيسى من طلحة وحاس صح إن لقدر من حديث عمير من سنة الضمري ساس وجيد أنت وحلك الرجح والسنة ما ها لفظ حديثك يسوق ناشي يسوق فضاين ديرا نيكو باهن مركا المسد المعالى المراجعين كرا الله باتني صدح مجلد كأه صفحة صدح بقول صدني أفر وحين حديثه قصة مرة كتاب الحج من طريق يحيى سعيد القطان عن محمد رحمه التيمي اخبرنا محمد بن وهب هل كما حنا قادنا دمر فرغ انه حلال يحيى حدود حلاشه ايو يكجرا وحانا لو ملكن هيا بالاستياد نينكي اوغارسد بان ملكن اي امدر اوما دخايو اسغا اسكلي نينكي اوغارسد حدو كسيونا اسغا ايا وخه بخشه وي واهبو يا صدقو لا بخاي وحا كلو كجرا روح محرم كي حاجه معتمركا اوغادا اسغا درتي ان لو اوغارين انو حلال اوتا إذن إن كان إسكيب إسكاكا شقيسين هاي صحابة ماشي تحضروا موزنينين لما رفرقوا ماشي كسر هذا القادي ويجيبت إيا صحابة إنه محاوص حدوه يوسي قاتلوا إلي والله هذا القادي بالكو عرري لما رفرقوا حيوانك وحاوي أن أتكيسي قبضا حقا نبرا ذاك جارة وانا سان أدقيا سان تسو حيوانك سان أدق بمحال الشيقة لباحي عفو مروديك بمحال الشيقة إيا حاسك ويشان أيضا والله الشيقة أنا ما باقان هدي سنك تاكتان أركي من وي ويلهر جاد يهلب كده من نمارك كم بسوق قارن بق ملاهم كسوق قري يدو كان بتجرتي بعنو سوق قار أخبر محمد بن وهب الحراني قال حدثنا محمد سلمة الحراني قال حدثني أبو عبد الرحيم واسمه خالد ابن أبي يزيد الحراني قال حدثني زيد بن أبي أنيسة الجزري عن أبي حازم سلامة بن دينار عن ابن أبي قتادة واسمه عبد الله عن أبي قتادة قال وحول صحابي أصاب حمارا وحشيا أنه أصاب حمارا وحشيا قتاد أبو قتادة الدشيد دمارك وقصير دراد قرنيسان أنه أصاب وحول أصيبي حمارا دميرا وحشيا درجوغة فأتى به أصحابه أصحابتي لسعتي وكياني وهم محرمون أيوة مركا أيوة حج حرمضي أصو مركا موسن حرمان عل بلغة بقاية مركا موسن حرمان أصو وهو أسقى بقتادنا حلال نمان حج سوحرا نبوها أي عمر فأكلنا من وحبان نقعون فقال بعضنا لبعض بركانا وحي بركا لكل هيل مركا عنين كدب الوروحان عني محرمين بانها أغار محينو جي وحرم عليكم سيد البر ما دمتم حرم بالسكوء أغار محينو جي دان واشكين صحابه طيب لو سألنا رسول الله رسولك أدنى ويدين لنا عنه عن لحوم السيل فسألناه وأن ويدين فقال وحول النبي قد أحسنتم وذو ناجسين وغارا الذين سوء غارا وأبو قتدوا حلال أود الشيء أود سيء لب ملها فقال النبي حنوي نقول لها المعكم منه شيء وحما هيسان نبي حول ربا إنه حلال نبي وعدي وحسني كرام وقت النبي نمكور كباهيد نبي عفيه سحب بادي شون وروح أبو تبكرة نوحي هلك ما بها يسام بورتيدك هل معكم منهم من حمار الوحشي شيء فقلنا وحان نعم نبي الله قال ونبي حوري فأهدوا لنا وحنا غسوا هدية وحنا وكينا قال فأتيناهم منه فأتينا وحنا وكينا منهم من لحم حمار الوحش فأكل منه نبي قاع عناي دميركي فرق وحكو عناي
وهو محرم أسوى حرما حجي عمره إذن وحلال حديث كمرك فاصل النقنية أحاديثي إطلاق يدي لغا الشكي طيب وحبنا حوجين يا حديث كأورن هاي سيد البر وإذين بناي هاي ما لم تسيدوه أو لم يسد لكم هذا إذنكو أيضا أغارسنين أما الله إذن أغارين وحان لغا فهمي قصدوا إنه معتبر في الأفعال falka aad samaysay iyo qowlka aad samayso ujeedada aad ka leedahay iyo niyada waa la ictibaarin xukun baa ku xiran xukun baa ku xiran hadaa niyada iyo qasdka aan ahkaam lagu xireynin adiga ruuxa waa la maxaydeen dhaxay ruuxa waa lagu dareen uu hadlaa hadalkiisana qasd ujeeda kamala oo daldal maaya marka waxa lagu kala qaado ee lagu gaarto aqalka iyo qeyrul aqalka ba sida maxallu shaahidku damir farqo waa xalal weeye wax dhibana ma laha dayi باب إباحة أكل اللحوم الدجاج دقاق تهيلب كذا خلاف راكوجر اللحوم الحمر الوحشي ونمن بكوشه بهاي دمارك عادي لكن هو خطأ اعتبار ملاكاس أكل لحوم الدجاج دقاق تهيلب كذا إن العون كرو إجماع بكوكي مت أحاديث بنا ويكوتي مت ويدكوهم يقشن بعنطا وملاصة فقطا واجرة لكن إجماع الصحابة وإن حلال طيوي هل مسألة خلاف كوجر مدة guru joogti saxaradii waxa waa nooc asafarta maxaa lagu sameeyin ibn umar iyo jamaa mina saxaabu waxay sameen jiray taabiin oo xir jiray markay deega ramaa inay qashaan maalmo intay xiraan oo meel ku xiraan bay biyo fiican iyo masagaysiin jireen iyo badar markay saafi goro wixii hore uu ka dhaqmo iyo gowracan jireen niman sidaa sameen jiray waa jira laakiin waa iska tawarruc iyo ijtihaad weeye inay xaaladaan waxa doona hafagate waa la cunaya ya adoo hadde wadnu u cusubtaan u maleey gaaris badna ka timid waxa wareegta meesha ka taala in cashka inta uu socdo iyo dabadiiba su'aalaysan jiri doon laakiin waxa lay martii wuxuu xog laantaan ku nacay soo daa maadiri luhum dijaj ee digaag duureed ba jirto wasidi digaag duureed ba jirto digiir ku soo digaag duureed ma digiiranku waa digaag duureed oo baalli weyn anagu dhaana kabaray ba digaag duureed oo kabaray laba nooc way mid yar yar iyo mid weyn oo digaagta laba dhabnacas la yiraahdo musiba ah noocyo badan baa jira marka shimbiruhu sheekh sheekh waa badan yihiin baabu ibaaxata akl luxum dajaaj digaagta hilibkeeda إن العنب يحكي إنه بناي عفوا أخبرنا محمد منصور المكي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب ابن تميمة السختياني عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن زهدم ابن مضرب عفوا أن أبا موسى الأشعري أتي وحال لوكيان عبد الله بن قيس بدجاجة دياق باللوكياني فتنحى وحال إرادو فقاد رجل باك فقاد يا فقاد من القوم إن من كفر ديكا مذا رواية كالعادة يصير راشين قداء لكياني وهيلب كسار ويا هاي الدياق ragii fadhiinin kamida ayaa wuxuu raan u cunay deemeel ay ku jirto dib u baxay riwaayo kale asagaaba keenay Sooriyada Sooriyada hilibkii qaada asagaaba keenay ninka keenay banaanka fadhiistay waa sidee la yidhi wuxuu raan u ma cunay digaagta sideeduba oo maxaa jira ayadu wax faganaysan arkay bol meelaha asta taabanaysa tiibo saaxiib Allah la doora fatanaha rajulun ba dheerado meel qoom kamida oo raashinka iyo xeerada ka dheeraday فقال وحول أبي موسى الأشعري ما شأنك محاكوها لي حال كادو محيض أفقات قال وحول إني رأيتها الدقاق تناركي تأكل أيضا عنيسا شيئا شيء قذرت أنك هذيبول وحانك هذا أيضا عني وفراه كل جير تناركي فحلفت وحانك دارت مال إن كان وحاكو أركي ألا أكل إنا الدقاق عنين با فقال أبي موسى الأشعري وحول أدن سرد وفكر قذر ذحكع فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله نبي محمد الدقاق تليب كذا عني من أركي نبي أنا كما خير بند كمان حال مرسني دي صفر زبرة فرتك تاجي دي وأمر وحون أمري أن يكفر إنه كفر جدو عن يمين دارتيس دارتي أتقطع دارتي دي أنا عنا داري أن جريم ويا ككفر جدو وصدح مال مطصنا أو مساكين قود أم أرد بيعي هي بكنوا عقون لأنه ودارا وحوك جريم ويا خد أقصو بحده وحلالا حرم يسوي محل شاهد مركه وان صحابي مركه امام الملأ والجماهير انه كشف ان حلالته كنا عنا النبي محمد اوتيري صلوات ربي وسلم انا حديث صحيح اخبرنا علي بن حجم ياسر السعدي قال حدثنا اسماعيل ابن عليه اسماعيل ابراهيم بن عليه عن ايوب ابن تميمة السختياني عن القاسم ابن عاصم التميمي قاسم ابن عاصم التميمي ومن رجال الشيخين بخاري ومسلم وكوري حديث كان لفت الكسي كوريان يا النسائي حافظ كحر مقبول بمعنى لين الحديث
شارحنا وكرع وخطأ من طبقة ضعها وبخاري مسلم حديث حجيزين أيان نسائنا كرعي وحجر حيانا أوزنجرين إلا يوا مقبول وورا لا أقبل كريم وي الإمام الذهبي وحود هذه راوغة بخاري مسلم وحكوريان ولم يجرح فهو ثقة. هذه القاعدة شارحنا وكرعي. وبالمناسبة الإمام البخاري حديث كاني بهذا السند بكوريا حدثنا علي بن حجر وكبل أزورة في صحيحه سند كان وسند البخاري من أول إلى آخره ضمب ينضهن في كتاب سيد وذبح كفيري عن زهد من الجرمي قال وحور كنا إذن محانه إن هذا لبا طريق نسايد قديسة كمد سيد البخاري ويوريو أبي قلاب مركور كوري عن زهدم هنا أنا عن القاسم عن زهدم فاسم طابعيني قال وحور كنا عند أبي موسى الأشعري بان نجوبنا فقدم وحال سهر مرشو الله كان طعام راشينك وكقر انجرى مكقر عنجرى وحلق أميرك كأها ويعرى وقدم في طعام الرهاشين كسنو حالقص والضري لحم الدجاج دياج هلبك وفي القوم مسلمين تميش فدير وحاكوج رجل من بني تيم الله من رياب بني التيم أو قبيل كي يقويس كقرش أحمر قدودا عضين من قدودا كأنه آدمود مولا عجم آدمود موالي العرب وليها عاجمتا قدودا عربت من ليق وحيليه عضين قدودس قرأي أو قرحسا قليها الرجل ابن وعضرقوش أدمودي محمد هاي ليك إن لقي سبب يوجين سببك صماع ذلك سبب أدمودي مركّق قارك جرّك أقول كل يعني قسم هو يمكن أنه يهبره أنه يكون متجه جريمة عندها أنصارانية سجاش سديتني تضبطي ينبول برتكسر عن البابور إسلام بنكسر عادي يقول يا عدنا وتنقولي دي جو حمر باي إن شدالي ما قانه بلطوسيا وت ميلو البصومال يكون سميز وقرن ميزد وضدك تجحي إسلام دي العانا وطول ميل دحل أسعوتي بأنه صور رعا إنك مكا عبار في زي ما تقبل كورك رفاض أنه وحير ورفاض إلا ما تقول عنده شافعي ونجاز نفت بأنه قوات المهم كأنه مولى آل مودع عجمي عن عرب أهين مدر عرب يدمغله ومدر عجمي بوليه فلم يدنو إنك مسور دوان فقال له موسى الأشعري وحكيري أدنو سعدو فإني أنو قد رأيت رسول الله يأكل منه نبي محمد هيلبك ديالكتا وحقو عني بان أركية هاي سوال إن هيلبك وحقو عنبو وان دارنا اللي أرد دارتك كفال قدو وهذا داني زمري أخبرنا إسماعيل مسعود الجحدري باب حديث كان حديث كهوري إن لغير دواد مودان وكف عنيه ديالكتا وايد لمات هو شيد ديالكتا هو شيد وايد لمات حديث كان بطريق كل يمد باكو فلان في الكبرى حديث كان ضبو حقود ترجميستي باب ما ينهى من أكله من الطير باب ما ينهى من أكله من الطير سيدة أمرك إن ليلة ترجمك قناء الله سمي حديثهم أيام مناسبة صدو الشيخ يلي في الكبرى وحاك الله دعي كرته إنه لي الدقاقته وشمبر آن عديثة كو قار سنين شمبر والبو عديثة آن كو قار سنين النبي وافى صحي قل لا أجد فيما وحي قال هيا يا نبي مدو حكربي كل ذي مخلب من الطير دقاقتنا وحي كجرت حيواناتك دولة إن كل قارسن عدي ولا نعيم من نبا مركو حيق شيء بابك حراشة هذا ما كدر جمده قويننا معناها قابك سلوغلين بابك هوري لوغلين كرا لكن هذه ترجمه كبرها الله صار أصول الكبرى للنساء أيها كقر حسن بعد مدة باب ما ينهى عن أكله من الطير أخبار إسماعيل مسعود الجحدري عن بشر هو المفضل ابن اللاحق الرقاشي قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن علي بن الحكم الكناني عفوا البناني علي بن الحكم البناني وننثقاء عن ميمون مهران الجزري من كبار التابعين يعباد ذو بكجرنا وعبادة بضن وخير بضن وزاهدة عن سعيد ابن جبير الأسد عن عباس أن النبي الله صلى الله عليه وسلم نهى ومضى حكره من نبي إلهي يوم خيبر مالك خيبر لفرني عن أكل كل ذي مخلب عند الشيء والبوم عدله ومن الطير وحبها الضولاء هذا يقرقر كي وحبها كورس عدده أيوانا وحاران علمان وحيلين وحل لودد وحبها يلبها عناء وقارسده بها اللي ما كجرت دقاقو يلباح يدرواق يهرم عدك شبالك وارتا ونحر سلا ويالوي مرك هذا وحو البور دقاقو وهلبا عنتؤون وذن كلاسوعين وأقدم من حريستا كهدي دقاق بعض نقن قلب دقاق قاد كان وهي البهار دم بمال إسكت دايو
لما الدين كرو نورال باكو جرتو منافعي با مصالح باكو جرتا وهيلبكو وحيبها عافماتك كانو كجرا وهاد هيلب لآن تحور ابن قيم دقالان بابا لقا قادا نكي هيلبك يرايزتا ودقا بلا وحلوكي حلق أباروه دعان سماري أباروه دعان هيلبك يرادي اون حرال لواي دادكو قمبو دقا بلا هاداد هيلبك بطوتو سيدي مالم والبواقب برسيدي يعني يورتا أدير عنتو أد هيلب مساراتنا وحد نقول إذا إيه لواحية بحال بعض نقول مرك هي بقاعدنا الله ما بتصدق لسكم أنا يري منافع بلن بأكو جرت هذا لكن سن الذين وذا يحل أي وين العطان وايد ميت كعد عطان هي اللي بقاعد كلون إيوه يديك أنت حولها الذين كدرين شافوا لسامي تمي وحيد هذا أنت حولها إن لله دق على ما وهي اللي بكل لقدي يجيل يأرق لله أمضان الغدر وادقن يهودي يهود بادقن أوله مركو حلوة أماني خضارته يوحيابار ركا صبحا إيوه هيلب كعطبة لقوليه سيهد أوه ذين وحيدا قالوا وحوال بهيلب كيرا هاتو في عمبان أغاني ديبا يغضاته مقاحي هذا طون كتر اللي يقصمالو إيلا ذا محايت مقاعد مشاهدك جامعة كدويت اليسر صفرالها ري يوروبا ودن ودن كوية اللو هل كاسي عاني قيليه الوضون تان وذاتك الشقية إيشا ومقاحي هذا قيب كله ويقرفوا كمينيهين بقى marka oo inta xoolaha yaa la idin ku direen wax dhaana ma jiro sheekhul islaam intee wuxuu yiri martiqaadku u horeeyay malaa'ikada anbiya fidiyaan ki nabi ibraahim buu ahaa buu fajaa bi'ijlin hanid iyo samin baa la yiri dibi muxuu ahaa shiris oo salan oo qiimo badan baa la soo martay soo marka hawshan ka carag hilibka xoolaha ee la idin aafay waxba kama jiraan sidii aan jirin iyo khudaar aan waxba ka jirin iyo kaloon aan la fahmayn iyo يا اللي ذكوا أفيا وحلال هلا عنا هي ذكوا حلال هلا وضو طيب هي ذكوا الله ذا إن لقعر هي ذكوا الله ذا الله تركيا ذو حديث ذو حكشكت حديث ذو حكشكت يبقى جت الله ذا ميلها كريلها جوكت صبح جدا دواء وصو النبي صلى الله عليه وسلم حديث كل شيء على خلاف في زعتي هي ذكوا كذاس يا دواء معفن صبح جدا صبح جدا يعاني دوا داو هلي بكذا وحبار لقوش يجي لوضة كويلها جوكتوي أما اللوضة مالها قبل كوكرتي أما كل لقان واحدة مالها اللي جاها شكل تبعت ده وحوي صومالي هلي بكون جرتي عادي يعاني أرن جرتي عندنا كم عافين أتبني إذا كنت طبعا عذر أن لا أرك بابا قبطان وحن لا أرك الجرين عذر أن فلك سل أقون إيميلك أو أبتر اللهين بأبرد كده يا مرك عادي عانا واقع دي جرتين عنا إذا كم عافنا الضنين آفدوا قدال بكتي يا شغل ندير محولي وحا كلون كلو قرد يمعو هاي يلبك يا دقاكتا فعل لضا إيا ضنين من ضركك قادة مرك الروح وحبت ديني باد نقون دوفارة فعل لعانا وادعي كرتها وشاس أضوه هيلب كهدي الله استعماله وروح إنه سلوقي يصعده وفعلا قليا نقاطيت وحي شيء وحبا كجره ويجرته لكن قابك والله دقال الله مهدى ما وهذا وإنه نقطنا نقول يقولي سريد بها استعمال سريدها معوة وحلوه كرصدائيه أما سريد سيادة استعمال أما حقيقي الصبق عريقي وحا استعمال وإنه نقطره وإن حتى مسلمين خبر الله قوشه وميلاه كان يقال له أمانه عليه يصبق وحولها بريد يوح وكذا جيل إيوه روحه إيوه وحه وحكرس باشان سريد معاس اللي عدى إذا وابصون صعطبوا هي اللي بكحولها واحد عفسي وسنجرم بول لكن وين صعط الله ويسو أكسس أطفميس هدي لك هي اللي بكأرجع من الله ضعف بس تحق إن أفرد ذو حونك على لقى هذا وحوينه شق قالوا بروتين بدن بأكل جاي دعامة فربضة مرك هذا الله فريستنا وشد دوي رميوك مركو حيو عاف ما تبناي وانت حوانا ويعون الجرين مركزنا ويبعجر تعلب وشيب او صفر او بيرب ومعوه هاي فلي او وان انشاء كتير حوالو راعا هاي هادول كينتال سنكرع ونحبي يلم هاي لانو تلك زابة اباها لكن هادو واضفة دي دا مركز دقالان حادي بابور بان راعي ما يهبلو مركز سنكرع فدي دا دقون يزريد فدي دا هذه البلية بلاي مركز اكي امان ايسا
عن علي بن الحكم البناني عن ميمون مهران عن سعيد بن جبير عفوا عن عباس رضي الله تعالى عنه ما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر مالك خيبر نبغ مدح كرب عن أكل كل ذي مخلب مذ والبوم عد صاحب عدله وكوكا رسول أمير الطير وحبها الضلاء وحكم مدح كرب عن كل عن كل ذي ناب من السبع يا الضجاج والبوم معي وكوكا رسوله شكل زمان وقت الحديث كان صحيح يبا أدو يا عط واحد مسلم بكوي ما دو حديث سكان لكن حيوه حكجر إلا إسنادية إلا إسنادية كجرته اليوم مسلم حديثكم حيوه كوريا صحيح إذا لبا طريق بنوكوك يعني عن الحكم العتيبة الفقيه يا أبو بشر جعف إنما وحشية أي يمحوها يكوريا فلم يذكر في السند سعيد بن جبير سعيد بن جبير ما إسن شيء يعني حكم عتيبة الفقيه جعفر بن أبي وحشية عن ميمون بن مهران عن ابن عباس ساسي كوريا وذلك أن مركع علي بن الحكم البناني أصوح كوريا عن ميمون عن سعيد بن جبير عن عباس فأدخل بين ابن عباس وبين ميمون سعيد بن جبير الأسدي مركع الله إمام وحافظ أيو خلافي رواية يسمك الشدود بكشك حافظك في نقطة الذراف على تحفة الأشراف لحكن شنبقل إيا اللح رقم كأه لحكن شنبقل إيا اللح الخطيب البغدادي أصوه حيري ومن باب المزيد في متصل الأسانيد وهوشا بيقولي هذا قصة مرتين إنه خبها داني اللي مو يدينكر محلو قجي هذا المزيد في متصل الأسانيد اللي مو يدينكر سكس طبعا نقطة حيوه حال اسكوها يا لبدا سنة كيبا صحيح سن مويني مطن يحدث نبقوا كسو غنيا السنة كيبا في عن نينك اللي من القطان الفاس أبو الحسن أسوق حويري سنة كالنسائبة صحن مثل مسلم من انقطاع باكجر أضوه نيو البنبال بكل فطي سيدا وحافظك الشيكي بارهم بعد مدة إذن هذا أما الشمبر كالدولة معكو وقار سيدا قرقر كأيو محوان مولادة هاي ببو كأيو قلير كأيو مدد كأيو شمبرها النوع عاص امتحان كأه أيو حويا والبحو كالهدي نين معبو كوار نين عدبو كوار صدا واحد ضافا ينمجرو طيب إنه مدد كأولياء منو هاي صنايو وعوه لكن وعده وارصدو وحلايوه واجب بريبه وحو بير بكو قرع ذا بيدي جيران صماليته واجب بر وانو واحد دلو بير عنا وابا امتحان كالي مركا إنه حالنا مدد قلو كسود دقو بمبا لقدو بيها ولا بجرو وغلا برقيسا حيوانات كل عابدو كجرة مدد كوا كدو وين يقلايرك galeerku galeerku asagu wuxuu leeyahay barnaamij midab buu leeyahay waana ka orod badan yahay madadka madadku laakiin midab u yar qoolayda iyo leeyahay min jawaab gudgudana wala afguna afgu inta badan oo meeba ka baal kale oo meer eko wulaaya wulaaya laakiin si galeerka ma marmar buu yar taabtaa ma sidii galeerka asagu waa cad asagu wuxuu saako dhan buu urdi ila ila qorax ku dhacdo wuxuu buu la yiraaya wuu ka orod badan yahay xuguu waana isku nooc laakiin يا باز هو عربي هدي إنه في الصومالي مدد بان رانا باز هو في عربي إذن مركا شمبر شمبر والبو مركا آن أكوارسن عديديسة إنو حالي هاي بالغا قادن أحاديث قيب صوري بدون تنوان قاري دوننا باب إباحة تأكل العصافير شمبرها يرك عنو دودي عصافي جمع عصفور يري يريده شمبرتا بيراح عنده يررطا أي عصفور اسقدها هان عربته شمبرها يرك أخبرنا محمد عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا صهيب بن عيينة عن عامر بن دينار عن صهيب مولى بن عامر صهيب مولى بن عامر أبو موسى المكي الحذاء حافظه هو مقبول ذهب بن حور والثقة مركل وحور روى عنه عمرو بن دينار فقط وبعضهم قواه إن النساء يوجد الغيابة وبعضهم قواه ابن حبان توثيقي وخرج له النساء ولم يجرح مع علو طبقته نكأنا ملمرنا إلته عن عبد الله بن عامر نعاس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي حيري ما من إنسان روح بن آدم مجره قتل الدلها عصفورا شمبرير إذا ما فوقه وحكوين بقى بغير حق حق روح أن كد لي شمبر كادل دل وإن إلا عنا اللي يدله إن عن طول على فسطه أما أوي هاي مؤذي كربي وبيرتي كابابي أما بدر كاهل لي أما دب كوجست هدوس المر كان شمبر إسكت دفاعنا هين مثل القرآن على فسنا هين وعيارها دعابث إنه دوا قالوا دنا إني آخر قد دعوين دونه أنك شمبر الدلام حيوان عبطا أدل آخرين ومحكوات كلفولي إلهنا وعادل قرطنا والله السين
إلا هدو جي روح شمبر سدا كدلة سأله الله إله با ويديني عنها عن قتل العصفور أما عنها عن هذه الفعلة إله با كويدين سؤال وسؤال توبيخ وعتاب ومحاسبة ما محاوية شيء والله ولا كفتني ما أعرف وحاوية ومد محكمة أوي قيل وحلي يا رسول رسولك إلهي وما حقها شمبرك حقيس محوية قال وحوري يذبحها وقورعي فيأكل مركا صعوني ولا يقطع الرأس مدح إلى قوم ويرمي بها أطورها انت لقبة تدش اسكتور معيتا تدد قوشو تدش أطور وهولي يقول لها الجنك يسار ليدي بورن ليدي نيف بي قورع كورانها ما يقاش نقوبة كتورة طابان يا عوني أو يالب عوني يقولين يا أبو طيال هذا نشغل كلها يعني الشمبر هو إن لعال فستو إن لسكد لما لو قلت بلست لما قلت واحارا حيوانكو أضانا عال فسنين ومصلحة كوين لو استعمالين دلكي سوى مفسده لكن آدم يأضون إله عابدها يا أما بن آدم بكون الله ومصلحك هذه المصلحة بها كحرق بدن دلكيسة لكن أنت تقول أدونك ربها هذا نطورته وعبث يعيارا شرعه وقلين وي باب ميت ميتة, ميتة البحر إذن شمبرهنا إني حاليهم بقى الصلاة عصورك وحان الله سوقبت مثالي كل قد وحي نعف له وحلال وحي لو قد إنه صنيها والله اسك إلالين ومضرأه كيني باب ميتة البحر بضى بختي جاي وح كل أنت محال بمسحال الماء أصل كباب كحكوب باب يسيعي شرع عض إنه لبطرف مركع عضيسه برتماه هي وسط كأو أنت بدن والسكو خلافه والسكو خلافه أنت بدن طيب إلهي سبحانه وتعالى وحرام يلي ميت بختي وحرامي إنما حرم عليكم الميتة حرم عليكم الميتة نصوص عبا شاكتي بختي إنه حرامي وحاكم القرآن كعديي وحل لكم سيد البحر وطعام متاع لكم وللسيارة وحرم عليكم سيد البر ما دونت حرمة إذن أقعد السجا بض وح لقى ورسل لقى كل ما يستنى إنه حالي القرآن كعديي وحكر عديي وح بختي بر جو مركزي وأصنع حرام ياي بختي هو حرام كل ما يسج أقعد السجا بض لقى كل ما يستنى هو حلال لا بطرف أو عض عض هسا حلال عض يا حرام عض وحميش يا لمركا بضه وحي كوب بختي بضه حيوانك كون ولا يكون بختي أصور دنتو يا أبا يلا أرجعي محاط لا من ميت إلهي حرم بخت إلهي حرم إنما حرم عليكم الميتة تنقلنا يحرم عليكم الميتة مسوحان قلنا وحل لكم سيد البحر وطعامه لبدا مركب طرف باكل جيدني حلال بينة يا حرام بينة وحاول حياة ميتة البحر ميت البحر مرك إشكال باقري فصرحت السنة سنة بعضيسي وطهر ماءه الحل ميتته حلو شايدك وأنت شرع عضو مرك مروى البي لبا حكم عضيسة لبا طرف عضيسة رحتهاشة رحتهاشة انت ما فقد واسكو خلافة لأنه في دنك هنسيفي عن بالو عدي بنك النسيف عن باللوع دي خبائثي طيبات بنانك للجوجوي رحتاش خبيثنا نغنكرة طيبنا نغنكرة انت من فقاد واسكو خلافة نفس القضية نفس القضية أخبار وانا محل اجتهاداتك خلافك أسببت خلافك كانت يكجرته أخبرنا إسحام منصور الكوسج قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مالك بن أنس عن صفوان بن سليم المدني عن سعيد بن سلمة المخزومي عن المغيرة بن أبي بردة الكناني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رسولك لو حكوري في ماء البحر بدأ بيه هذا وحكور بنتي هو الطهور ماء وحكور بنتي بدأ لفتك الحكم كذا حق الطهارة هو ماء البحر الطهور ماءه بيس وحطهر بيس وطاهر وحطهر الحل أي الحلال وبناي وحاليها ميتته وحكم بختيان وحاليها حيث وحنا قصوا مريت في كتاب الطهارة ففاين دي شرع الزملاس كمراجعية وحي بضى كل انتاء كن نولان جئين وحاليا هاي واسد حديثك عدي لكن وذا دا وحيدة هذين وحي بضى نكون نول برغنا كن نول هذا حكم كي برغ وقادنية سيدي يحاسكو كالي بايد دهيد رهو كالي ساسي دهيد وذا دا وحيدة ميه حيوان كبضى كن نول مد كبر يكون ولوك كبر يكون والمرك هذه اللي حرمه شرع وحرمه كبضنا والله مد كخنزير البحر ضوفار كبر يجوا صحران معها وحين الضوفار كبض كل جنا صنوا حرام بعده اللي هو خنزير يخنزيره ولهالكاسيدة هذه
dawacada badda ثعلب الماء mid ay dhahan iyo midka bariga waa isku mid bayda qoliyaha halkaasay mare laakiin xadiidku wuxuu soo dhigay iska daa wax noole baqtiisa halaal badda الحل الميتد وافق فوقوي كين نولا يكون ولا بد اسكدا يكون كبختي اي ميتد ابا حلال ليد مركا علماء عامين هيا الى حق بدن طيب اخبرنا محمد ادم المسيسي قال حدثنا عبد المسلم الكلابي عن هشام بن عروه عن وهب بن كيسان القرشي حديث كان ضمبه هذا او بلابي كبرى هو بابست امامك باب ما قذفه البحر اساسا كنت في عمد مده باب ما قذفه البحر بض وحي صوتفتي محالبا مسحال ماها أولا دا وحي دهين بض وحي قد انت مركا انتو صوت اي طورتا صوت قلقل هرطا وكبختي اما قد انتو حلال لكن وحي آتش صوت بض بيها دوه هابي وانتو قد انت وصوت بحي فوري بنان قيمة هابي كاوا بختي بي دهين حديث ضعيفة ويد بين كده قيد مركا النساء وحلال ايما لقيبا قوليها ردنها يحولي هاي عمبرك ابو عبيدين صحابه يعنين ومن باب ما قذفه البحر مركب باب ميت البحر اللي هو سجليه يئن باب كاقوني اللور لقبا وصورة قل عن جابن عبد الله الأنساري قال بعثنا النبي نبي قال ندري سند كأفراد هجرة إلى شناد مالها إنه يدب حافظك قياس حلقة غزونا أي بحضي وقبل خيبر وقبل فتح مكويري لأنه باهيدا بضان يدب كان بضان يسحظوا إليكم المجرين قبل خيبر وقبل فتح مكا يدبو أوائل كأذوه جل ذوي عيدا النبي مركو الدري وصدح بقية دوري طبنها أبو عبيدة أميروها وعمر الخطاب كجري وجابر كجري وطلحة كجري وركبة كجري مهاجرين أنصار برابوها مركب عبيدة أمير الله قدم بعثنا النبي نك وحالو دري حق حيبته سيف البحر بالو دري عل هيجو هينو ماشي اللي قفل هاي بيهر يكهر تجين يمئه عيدا قريشيو وكولانيو سفر كشام كي من دري إلى مكة يحجاز بيجد قوي يغني ما قدون تين والرواية طيب انتو والله شيء اسمه ديدا هايان لا بضا معنا با جد قوينا ويا هايين علكاس لقبق يمسمدون نصور ويكوهر تقا هاي بعثنا النبي النبي قال ندر صلى الله عليه وسلم ونحن 300 انا وصدح بقوله صدح بقوله يدور يطوان بيا هاي لكن كسر قتراني يرد بالاسك قوي نحمل زادنا انه وضن انه حنبارسا زادنا صحيدا يدي على رقابنا تونك ناكودا غاري نور رمجرو بابور نور رمجرو اور مجرو تنول بس ايس سغاوت طيب روايه البخاري وحيه وزودنا رسول الله جرابا من تمر لم يجد لنا غيره صدح بقول طوان صحابه وعيدا علس النبي وحسي هل جراب هل اهري او تمر جراب كو تقنا بالان دمر كو دبر كسارتان ربي بقول اي كو شقيسن سمدا ايغا اد يقان اندينا كلام تقنا بالغاس كاس أو تمر أيو نبي رقاتها هذا صدق والله جيك قاعدة وحكى الله ما هي إله بالذين صعدوا دولة وجهادا إنه حاله إنه حلو بعد قال اللو بعية فسرت باللو بعية إن كان بالروا إن ده يا ما هو لك لا تجي وعور النفر دي اللي بلك دبور وأنا ما ميلو زعون قاموا كاركين هيا نحمل الزادنا صيدنا وذنب إلى على رقابنا تونك يدكتنا كودا ففني او حرب ماضي زادنا صيد النبي نسيب حرب ماضي حتى كان يكون للرجل منا كل يوم من تمره طيب سوف فاصم بمن احدكم دريدين ان شاء الله حتى كان الى وهذا يكون مدو نقل للرجل الواحد منا انك انا نغتر صناعيدك 312 كا كل يوم ما والب تمره بكل حبه تمره بهوش غاده وما قبالك سي دمادي وي حبت ورمحي كوترتات هذا واحد وين أذكر عت أذ قديسه أذ عشيسه مرجع علاش وكنت برتانو حدي إيرنها الله يكينه كوكها الله يكينه أنا كنت تجيه مرجع وركي إنه وركي لهي نمك سيد أوصل رفاضي إنما نسكو جنا رمال الله سعادة سعادة سيد أوصل رفاضي الدين كان أساس كيسة أهيد وضب دحات كيسي يا ضيح لقب اللابي يا أذوقه آخره واحد وين الجنة ضي قلا أذوقنا أبقش مرجع مرك هذا صار بتصير نورق مجوسي أو شو أو إسكيري زما فقيل له يا رسول الله يا أبا عبد الله أبا عبد الله وأكويد يا جابر وحل ذنبها ويلي ودقوي على لوريست فقيل له حلو يا أبا عبد الله أبا عبد الله وأين تقع التمرة من الرجل حبت من المحوطة تابع لولي الدور هي صعدة أو صلاضية بقول كل عهاي قال يحول لقد وجدناها لقد وجدنا وحان مدرياني فقدها
لا ويتان كده وحنو دنا حين فقدناها مركان ويني بول سؤال وحيت رع على فير يعيدا ير مرك يكون دافن بالتبع تضمن كوب شاه ملك هجرت كوب كمان كل جاي جويا دريميزا إنك حرمة صومري باقرن هاي إرهر كل جلان جري أما الله جل صومري يقرفيس إنك أصوش قرن هاي لكن منك إن كيك يفرنجير لجيد كسو كوري يا آيس كريم يالله أو لا فهم هاي طيب حبضة تمرتي وحان درينا إنا يعلف يا صهي أهيد وحوين أهيد مالك إن أنا قوضي بالسحابيك فأتينا البحر بضان وتقني فإذا هو بحوت وحابة مركة أن مركب نيدي فإذا هو بحوت فإذا بحوت بنسخ بدن قرية يعني إذا أنا في عمد مده فإذا بحوت كلون هاي حوت بان كوب حين نبيري بارك وين عمبرك اللي داد قذفه البحر بدأ صوته طالب ماشي يال إلهي باكو رزاق بدأ صوت بارك بارك بدور طماها وبارك حيوك بدونه ماشي دور مرة قرون ودقاقيوي هذا ما كانت كفر يصفي لما دا يزود دا ينقل يان قال دي كوان دبق الحيوانات كوان الله يابيس وهالك إلى سيكس كوكرو دير مر قارع ديركس لباطن متر صدن متر بونقون مركة قاركوت انتو ديركس بل عيسونا دا ودور قارو لسقرب دي بدا ما كان غصب عين لوجود عقف موين بين آدم مجيدي كرو فأكلنا منه حان نقع النبل 18 يوما سدي طمال ما الموت بان عني نبل صد إذا صدح بقول دور طبنا إذا صدح بقول مانك معدق هذا طغان القياستان ويران لواتن هذا الجيل الدقت أشكون لقين يقول ممكن الزجرات كي دعرت بابيسي على رشوب وركسي قد هاي ده فيو بانك الله يا ده فيو tobankii cul ah hal bay cunaan 317 sodon dhur haa in cunaan bay ahay isku celceliyay 15 halad yoomiye baalka marka ay saxaabadu 20 maalmood bil cunayeen ee laf fadhiyeen macdu malay intee leeka wa harween geel tiri geelo dhaqaaqday wey أخبرنا محمد منصور المكي قال عن سفيان بن عيينة عن عمرو دينار قال سمعت جابر يقول بعثنا رسول الله بأن الدري ونحن 300 راكب أنا قو صدح بقول أو رليئة قال صارن رواية ونحن قدرتي لب ملا أميرنا أنك إنه أمير كوفاء أبو عبيدة عامر من الجراح نرصد أنا قو عمل جلينا أما قلنا بجلينا عير قريش كليه قريشيت عير قافلة جيل كليه سفر كا يلا يلا فأقمنا وحن كنا جاني بالساحل حيبتع يعني كنا جاني فأصبنا وحان أصيب برجوع شديد باهي الدرم بالنقبات حتى أكلنا إلى أن عنا الخبط أبقد أن عنا خبط كوا أبقد قرعة إيو مراقي إيو سوق سوق إيو جلها نوع هاي قلول كإيو أبقد سالي إذا خبطك يا فأصابنا وحان هلي ونقول عي جوع شديد باهي بضم بانقول عضي درن حتى أكلنا إلى أن عنا الخبط وأقدم بحلوب بحي رواية بخاري بعد جيش الخبط باللبعي أيضا كأبقذة كدولة يقدر على قلي أبقذة أذون على قد راهان أذو وتو بسكت وتو تمر وتو وحقل بكود يرسي ما عدي ما شاء الله ما هوش مصعون يسوع فقري بالورد ما ضي وقاش أذكر لما يسوع وري كبير بين وجرة كبير بين وجرة إنك استهوش يزبد شهادنا تضنول بين الناي فألقى البحر بدي وحي صوترتي دابة حيوان نوله يقال له لقب ما عدا العنبر عنبر بالليل هذا الحوت الكبير بالك النبير يعني يجرب وياه نبير وحنا مراكب ولا قائد يجيانه من واحد جرم وحيوان مراكب ولا قلما شيء يجري بالك الحوت كا لما أرد ما هو واقعان بالك لكن الحوت كوين هذو مرق كل عمرق ورق ملاه لأنه هو قوس ضوي بور لحس عطب ضوي هذي مركب وين يدوني يسكون عان سرديان شيل بابور بعد دعي مركب حرب ما هي دونتي مركبك أدوية ما ما لا ماش حيوان غير مراكبته مريان فأكلنا منه حان نقعنا نصف شهر بالنسكة بنعنين لا بتم بريه وياك لقوا أصحابي مركب مرة كل نور بقياسي سوي اللي وهر هوسو هيد ودهنا ونكسب كنا من ودك حيديسي بنكسب كنا فثابت وحصون نقطي أجسامنا شركة يجي إلا سحابه باهي بابا بيسي بلدن بيوير كجرين قرح لي أونك حبت من مالك عونا يا بابا هيا بابا هيا
مركان مركا جيركي با سو نوقدو وان سو دودسن واخذ ابو عبيده وحو قبطي قاضي عفوا دلعا فير بو قاضي من ابضاعه بارك عنبركا فريسه كميدا سابلي بو فير كسو بخيي مركا سو قتمي او يربح حق قتمي رتيكو ديرا با لرري نينكو لف وينا صحابتي مركا سوتي با لرري صحابي قيس بن سعد با لسعود قيس بن سعد بن عباده نينو دير بو هاي لف وين معاوي واو اميركا اهي وشام جوغي يعني غير روم او فرنجا او اسمه هذه او عاد دير لف وين باعوري مسلمين تنين الى هلا كين معاويه وحور ورس وقيس يدون قيس بن سعد قيس بن سعد بالكين سترول وقبي هوس وكقيب وسيبي وحال يبل اسكو داي نينكي مدخيس الى لوكتي سترول كبا غاري هوستي تريكوتي تريكوتي قيس بن سعد قيس محسد ويا شي قال لي ومشى سترول كان لو ديرينهي مخا كوستاجي وحان كبقي برادا مش كمقنده ان لي دادو سترول كان ري عاد ي ريث مودا لها مركو ان غوب جوما وانا لا عندو برك مرني ادو لفوين بو قيس بن سعد بو رتلا ساري ي رغ لميد ما كاسا رتغي او نين ساري يبا هوس مري لفتي دغتي دغ بو نوقلي لفتيس فيد با دغ نوقتي دغ ها دبابورتي هوس مرد لا يمارت او كلا وي انتي لغي مركا فيد انت نوقت هيلم كي ساري انتي لغي او بور بور دون وي إلهي باسي فنظر وحو فيريا أبو عبيد إلى أطول جمل رتيق أوديره أورت لوتي يو أطول رجل نينك أوديره حق عتالك أو في الجيش عيدانك كجري فمر وحو مر نينك رتيق سيبا تحته تحت الضلع فادي يدق توست ابو مري ثم جاء مركاس هدان باهدين ثم هو ترتيب الخبر ويمينه ترتيب كي الزمن ما اكو خلدمين حلي ورس حو باهان ايان البلد ودعه وانتن لهيرين عنبرك كل بل الراد جون يقالوا عيدا لعلو للرادين يوي مركز ما عنبرك يجوا وتحتها صهيل سوى تي مدينة كسر نقدين مركز ثم ذا ولترتيب الخبر لا لترتيبه الزمن أو التراخي في وقت ما ثم جاعوا ويبا هذا فنحر الرجل نبا وحوجو رعي ثلاثة جزائر صدح نيف وجو رعي قيس بن سعد وينك الله قرنا رواك العضيسة قيس بن سعد مركي يوري لسوع تمرت أيضا ماتي إلهنا ويا عمبر كوصل سين السحابة ذا يا نرجع هاي الرمي ينتو تجي وحد يليسا شان هلا ذو جيل إيجيب ومرك مدينة أن كل نقضه أن كا العقد هذا كسي حور ما تمر إسي هل والبوحان رأينا ده قصي سهل وسكو التمر ليه تنسوس التمر أن كجيب سنية قيس بن سعد من عبادة أن نك نو حيا مركا نضل يرأوي نو حيا ما لكن قيس كذا شيء دقسية أصدق الدغزة وأبي الدغزة وأوجب الدغزة قيس لي قانوي. مركن النبي الله شيء قيس وحزمي وحوري وحاله يقان رهركا وأهل الجود دنبوري. شن هلاذ مركن يسوء يبصري أو كسوء يبصد على ذمتي دين وبعمرك مدينة تقو ما نهاية هو هذا. إنه وحرادي رجني من ربع. مركز وجور عمالي هذا أنا ويب بعدين هل صدحات لباد بجور عليه ويب بعدين مد صدحات بجور عليه ويب بعدين من أفراد بجور عليه تيجي الشنط عمر كده يقول لجور عماي عمر باين لما جور عليه معايا وعرض ما نقع عنين إلى عمبرين نوادية ما كان سيلا عمبرسي شنته القوة الجور عليه هل بقى صعدال إسقاهية مركز مدينة كسر لابتي يا أبيه بقولش قصير لبام قال أبيه قي سعد بوي أبو حول مركز هلك عمبرين آت بروبه هني نفطا نقبتي نمك وقول له يا هيدبور هذا نفقو على أبو وان جور عبور هذا أنا مال ما الله بات هذا أنا وان بعني جور عبور واحد عيسو وان جور عبور أبي بقول له شيء ودي كرتا ما دين قالت الجور عدي مركا أضيف بخيلك وريا حولك عيا خائنك توجع محاك هذا البهيض ماذا مسؤولك محاك دك محاك وصاري نفطا مسؤولك تاعي لا يكلف له نفس إلا وسعها إلا ما أت أيضا يوم القرآن قصص وضلل إلا زعادة برجع بخيل مقتاي ووركز ووركلي نيم حد بالله شجع ويلكي أبي وحيد هذيل قاس وقيس والله يغنى فراك قاب قيس قيس ولا شو هي لبسان والله ولا شاه ما كانت قرصين يسنا جوار هي لبسان ورابتي دو ناقصين ياي وطلقي دو ناقصين ياي راسو ويقول حسن طاي وجبر حجابا يبل بل قبته بيان كده حركة إسكيلا لا أكو بابي حلا أبارد بلوك لا تجي وإن باش هيد السوع ضمت الله في ريوي أنت واقفتن قبل هذاكم أدرى هاي فنحى رجل نبى وحوق ورع ثلاثة جزائر صدح نيف وجيله ثم جاء هذا روابه ينصحابدي فنحى رجل ثلاثة جزائر صدح كلو ورعي
ثم جاءوا هذا نواب باهلين فنحر رجل ثلاثة جزاء سقالوي ثم نهاه أبو عبيدة سقال رواية مركز شنطة شاكتي وحلقها بأن الرواية مختصرة حديث كان صحيحة وحوش يا جي صدح سقال قيلة رواية وحيكود أنك بريب بن الجهينة وحوش يلي قيلة هنتدى حق قصير هنتدى مريد بالي عمر بان الشاكي إنه قيس ابن سعد بن عبادة وفقيرية مركز حوراها المهدو وكما سيدن دواني مال الله هيا وحول الله هيا سبولي نينك ريميغا وحولي نينك اي وريا تاوريا وليه بو ابتر صدي حول وانا قانا بالقويس كوانا قانا انا هيني حولي جاي قادة جيلة بقي السعادة مركو مدنية ويلكا الله شاكي حولي قيس من سعاد وحاسا قبصة ويلكا وحول سيي صدح بيروت ومدول بأي كسر قوضة سندكي كونتان وسقي حول مرضى ميان لغوتي تيرين ريمينا ونكدين ياطاي عمرنا ونكدين فقير باطا مركو حاوي وضوء وضوء دقسوا أدقي بضا ويل سنه هدي أضي سنبو كيم لكن أضو مركا رياضي أنا بحسنين رياضي أنا بحسنين إن ديقسنا بيسكا كارسيو وهي برابي كل الدوني لكن باش هو يأبتر ستا وضي انقربان نور دنتي يحزق قيد عجل وعولي فلين نمو يأبتر ستا بوري هذه الضيال ميل لقوق قالي واركن نين عرري وحولي يوها نين كورتا يا دالي إني هبل بوا هو يدي يا يهيد هبلو ويفعد أيدي يا يهيد أيدي كدب نوحو هادين أووغا إسلام تدش مالو بكاسو قلي فلينو مرقاسو حقو لي فلينو وي أترسطا مرقاو شو أول خطر ويها لسقي إلالي أخبرنا سفيان بالحديث كان نقدر هذا أخبرنا سفيان وحو أقول دي دي إن يدنين كمسلم كحول رم بلا نافيو سمالي وحيد هذا والك هدو معاني لما وضا موصده حال مبار وحيس أفكا لما مباري وحال وحال هربا ليد هذا هدو والك ديقسي وبقول كون باربا وحو هيب كوكيانو ورنتا لهربا ليد بل انت اسكو إلالي قال سفيان بن عيينة سنة كهروية سنة كورانا إنما معلق ما وموصول قال سفيان بن عيينة قال أبو الزبير عن جابر فسأل النبي نبي قام ويدني هوش آن الصميني فقال حر هل معكم منه شيء عن بركي يكلونك وحما كوضعن قال حر فأخرجنا وحان كسو ساري من عينيه لبدا إلوذي بالك عن بركة أمن نبري كذا وكذا قلة انتاس أو محو هاي أشون أو من ودك حير أما الصبقة إيش سكلية يا عيل رنعة ما قاس الله درسن نقول بدك شيء يصير حيرة دي يصير ليش هو تو يدرس درسن هيا من ودكين حيد آم محو هاي الصبغة ونزل وحاد قلي في حجاج عينه إيش سجود كيل إيش نجود كيل إيش يرتى هذا فرط من القبعين كرو جود كيل وحاد قلي أربعة نفر أفرن بعد أحفر يسات رواية كلا في مسلم صدح يطولن بقش وهم هو جردن إيش كلي جردن وكان مع أبي عبيدة أبي عبيدة وحا معيسى جراب فيه تمر حديث دبوا أقول نقضي هل أهلي أو تمر النبي السوسي فكان وحا أبو المركب ورئيس عني يعطينا كين نسي القبضة عن طوب عن طوب مركب ورئي بالك أبو حي نول عن طوب وسينا تمرة ثم صار أبو عبيدة وحا شيء أو مكو ويلك دماغي تسايا دماغي إلى التمرة تمر حبت حبت تمر ونسي رواية كلا عضي زيو قلبك قدم بيسيب الجابر ما كحب حبنا لازم نبيك قضيبور صدح بقول دورة تون حبوا تمر إنه قط نبى قضيبور ما ك وحلوك لجحي منك هلا هلا يبقى قيبو جحي حبت حبت منك قضي حتى حديث ديرو معنا كم صحيحة أنا سوساري كم راجع شن بقول شن كنت ضاب بقول يلح شن كنت ضاب بقول يلح فلما فقدناها مركان ويني ودمات تمر تمرتي وجدنا وحان الدرين نبل فقدها ويتان كذي مركو وح أضحي ست مدرين تد نعمة يرتا مركو أضحي ست مدرين تد نعمة ينكر عشرة راعتي مكتظة حكوة طالع عيسي أرض يازك كاشطاني وداد الله مرنتي يا ولا أنت ضحي ستو درين مش مكال كتكتو مركو صفر عادي تولي يمالك بعضن ملها جوزة تكتو بعد مكتظة يمساجد يدك أتقنم عارفتي حرت وداده مركز بهي الدريمي شيء ولا مركز هاي سلامات دريمة عافمات كيرك ضاد هاي سطو مدريمي مركز هاي سطو ما قل لك يستطلع ودقة أخان لقوس يقاضه والنفط لقاجي مركز ضدي إله ومال بس بالعافية دي تبون نقول معي يعني وحاول نعمة مركز هاي سؤاد إن لو إلى لي أبانت أخبرنا زياد بن أيوب دلوية قال حدثنا شين بشير الواسط السلمي قال حدثنا أبو زر محمد عن جاب بن عبد الله الأنصاري قال بعثنا النبي نبي محمد بن دري مع أبي عبيدة في سرية الدلال أملك مرودي فنفد وحار ما يزادنا صهيد النبي نسيا يريد فمررنا وحان صومري بحوت النبي أما عنبر أما كلون وين
قد قذف به البحر بدأ يصوت طفتي فأردنا وحان الدون أن نأكل منها منه إنا وحك عنه وقال لبهان يهي بغتي وحال الصحابة المركة فنهانا أبو عبيدة النقا يا نقا ريبي قلت بني مضوء فرصة هذا وضبهان تي بغتي الله معنا لها سمع بيدا وضبهان تي بغتي الله معنا ضد ما دارك والسك الدواء مركة قبل نمذ باهي بخت وحال وانظر واحترازها هي سوى مجاهد إنه حرام كل روح. ثم قال وحيد نحن رسل رسول الله وحان النهي إرجيدي نبي محمد وصاد الرسول كإلهي وفي سبيل جد له وأنقطع الله ما إنا باهي بأنه يصير كل عنبور وأنه بخت إنه حلاله مركة سوى حوار أركي إنه يتهي الضرورة من باب الضرورة لكن إنه من باب الضرورة هاي أو حلالي هاي oo baxtiga badu uu xalaal yahay nabi maxamed cadayn doono asagoo madina jooga oran doono wax ma ka haysan keen aan cunni kana cunni doona kama fi sahih bukhari fa akalna minhu ayama maalman ka cunnay falamma qadimna markan usoo galay ala rasuuli rasuulki ilaahi akhbarnahu waxna qabsan u sheegney fa qala wuxuuri in kana baqiya ma'akum shay hidinkii sidoo xun adka wadaan fab'athu bihi ila noo soo dira keena riwaayada bukhari wan u keenay fa akala minhu مركح حديثك وحديث سوتور دير كما قال بل انت عاوا ان كنت ان هذا بالله توفيق.